أهلا وسهلا فيكم معي مرة أخرى في سلسلة تعليم الكروشيه. لو أنت مبتدئة أو حابة تتعلمي معنا الكروشيه أهلا وسهلا فيكي. فيكي كذلك تضغطي الفوق على الحرف الإي وتبدأي معنا قائمة الدروس من الأول. بالنسبة لدرس اليوم راح نتعلم كيفية عمل وردة بسيطة ما تسمى بوردة المارغريت، وكيف ما رأيتم معي كذلك أنا اشتغلت على نماذج مسبقة بألوان مختلفة. أول شيء راح نبتدئ بعقدة البداية ونكون سلسلة مكونة من 6 حلقات، وراح نغلق الدائرة بالغرزة المنزلقة. وكذلك راح نضيف حلقة وراح أشتغل بـ11 غرزة من غرزة الحشو وسط الدائرة، وكذلك لا تنسوا الاشتغال بالخيط الزائد وسط الشغل حتى لا يتبين معنا. راح نقطع الخيط الزائد، وكيف ما لاحظتم اشتغلنا على 11 غرزة من غرزة الحشو، والحين راح نغلق الدائرة بالغرزة المنزلقة، وكذلك راح نخبي الزوائد وسط الشغل لكي يتبين معنا الشغل نظيف. راح نجيب خيط بلون آخر وراح أشتغل على سلسلة مكونة من 12 حلقة. ندخل في الحلقة الموالية ونسحب الخيط بالغرزة المنزلقة، وأكون قد كونت البتلة الأولى، وراح نتابع بنفس الطريقة في جميع الحلقات حتى تتكون معنا 11 بتلة.
والحين راح أشتغل معاكم على آخر بتلة، وبعد ذلك راح ننظف الزوائد المتبقية. بالنسبة للشكل النهائي للزهرة هي هذه، وكذلك اشتغلت على ألوان مختلفة. بالنسبة لدرس اليوم انتهى، أتمنى يا رب أن يكون شرحه مفهوم وواضح للجميع، وإن شاء الله موعدنا مع درس جديد.